Kendrick Lamar, Daft Punk, and the Beatles all have in common, they've all at some point used sampling in their music. Sampling is the act of taking someone else's musical recording and implementing it into your own music. في سوارخ مصون تركي بالاك خير كي مباليك كابيتان مارس بروشي طورا صولي ضرب في لاباليس كورو سطيرو كان عيشو في لابالان كيش دي باطاري غافو لاباطا يشوف العصابة دي مالا ترك ترك الماضي في كي قوم حل فمك ميرو في كي قوم بازي بوش جيب البلد حتى الكازيلوش لي ربي عزاق انا مشفتوش انت تعرفني ما تلعبهاش هذا بتحاطي مع باليش ديرو فمك كوميدي انا نيش عيش ميضومان موت تحت ترافيكون موت موت كي زباك عرامي دولوكس من بيع على زباد لحام ولا راش ولا لا تيرات قاقصد بسك وتفقص بدي هندي تفلك سوبرات جيرو لا سيران عرب كي عطار زاقادي شاقل دي روه دي باطار برنا فلا فاقار شنا دي بافار صحاب الخطار لا كابوش درع كارو كيري توقاف نسمع توباك سرقي توبار للشكال فلاسون مرزون درويل مخلوص طرب وشروح نوفال سنترال بصعب ونور حريم لكسلا لاكو قطيان باكوس ديماكس كشنا في مات ماكس عنا باما كل تسمعو طاكل دافاي بلع تبافا قلنا لصافان خرج ميكوني قلنا لموني فوبك ميطوني عيشو في صوصا كنتو كيتوني سيزر دو مافيل يا جهد جهدي 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 عالنبي أفغاني جيجاني هدف الموسم بسليماني جرب عبسني كنتي ماري عدي لك فيراري بيرو كيبارا شوف باني سالباطوري ريناي كامو ديك فافي حاكم لا كوبال حاكم لا بازا زيرو كات لا كازا. It just took random sounds, like everyday sounds, like trains, planes, and automobiles, looping these samples, manipulating them until it sounds something that... عبابك بالمارش قلبك بارد قلبك بارد بانكس This is crazy, way ahead of their time, because these techniques are still used in music production today, especially in electronic music.